أنا سيتريكس وذا عالم الهاردكور اللي عشت فيه تقريبا 300 يوم في العالم، وكل 100 يوم كنت بسوي أشياء كثيرة. بنينا مباني تعتبر نوعا ما بسيطة، وسوينا فرمات كثيرة، والأشياء اللي أنا سويتها حاليا تعتبر مرة بسيطة. في ذي الحلقة راح أطور القرية اللي أنا قابلتها في أول يوم في العالم، واللي هي القرية ذي واللي عشت فيها تقريبا 20 يوم. كانت تعتبر قرية مرة بسيطة للقرويين، وكانوا عايشين حياة مرة بسيطة إلين ما القرية تدمرت عن طريق البيليجرز واللي قتلوا فيها كل القرويين. طبعا أنا اللي خربتها، بس يعني برميها على البيليجرز، فاهمين كيف؟ أوكي أوكي. فنحتاج في ذي الحلقة إننا نطور القرية المدمرة ذي، عشان بصراحة أبدا ما ينفع الشيء ذا، أبدا أبدا. ولأن القرويين اللي هنا أبدا مو مبسوطين يا جماعة الخير، يعني أبدا يعني مو مرتاحين. أنا حاسهم كذا مو مرتاحين يا جماعة الخير. يا طيب عطني وجه، ربي تعالوا ربي لأقتلكم يا كلاب. مرتاحين ولا مو مرتاحين؟ اصبر علي اصبر علي بس. طيب وكذا مرتاحين دحين ولا لا؟ فعشان نبني القريه دي اكيد نحتاج موارد، من ناحيه الخشب ومن ناحيه الكبلستون ومن ناحيه موارد ثانيه. يعني قلت موارد ثانيه عشان الين دحين يعني مو بداري وش البلوكات اللي ممكن احطها في القريه. ودنا نسوي اللي هو نشيل البيوت الموجوده كلها هنا عشان يعني ناخذ راحتنا في البناء. غير كذا لازم نوسع المكان اكثر، يعني يعني لازم اشيل جبال يا جماعه الخير. يعني مستحيل افوت حلقه بدون ما اشيل جبل او جبلين يعني معي. فعشان ناخذ راحتنا في البناء وكذا، وحرفين القرية مدمرة، وذكريات لما كنت بهرب من البيليجرز. آخ يا ذكريات، آخ آخ. وهنا كان مكان التقايد حق الفيليجرز، والله حرفيا دام. فدحين خلينا أول شيء نشيل البيوت الجميلة ذي على السريع و ليتس جو. أوكي بصراحة الموضوع مرة بطيء، فنحتاج بيكون. أوكي وين نحط البيكون؟ أوكي نحطه هنا و يا ليتس جو. أوكي وفعلنا الهستو أخيرا. Let's go. هو احس انه ما في فرق مره. اوكي اوكي حاليا احنا شلنا كل البيوت اللي موجوده او اوكي خلينا نشيل اول شيء ذا اول شيء. اوكي حاليا شلنا كل شيء موجود في القريه من البيوت، وحاليا المفروض نكسر الشجر. جاب الشست ذا هنا كمان، شيل شيل، لا تفضحنا لا تفضحنا. وحاليا دام انه نحن شلنا البيوت الموجوده في القريه، لازم نبدا بالمرحله الثانيه واللي هي ان نكسر كل الخشب الموجود هنا او كل الشجر الموجود هنا. كمان لا ننسى انه في جبال لازم نكسرها، بسبب انه لازم نسطح المكان شويتين، لان المكان حرفيا عشوائي بزياده. ففي اول 100 يوم انا عشتها كنت بكسر الشجر في المنطقه دي، عشان كنت بتقايد مع القرويين، فما اخذ معي وقت طويل على بال ما امسح المنطقه دي بالكامل من الشجر. ممكن اكسر كميه كبيره من الشجر لاني الين دحين ماني عارف مساحه القريه. فبعد ما خلصت من تكسير الخشب بديت احاول اني اسطح في المكان، عشان حرفيا نص المكان عباره عن حفر، فما راح اقدر اني اسوي شيء الا لما اسطحه. والمساحه اللي انا كنت بكسرها وجالس اضبطها كانت مساحه مره كبيره، ما كنت متوقعها انها حتكون مساحتها كبيره للدرجه دي، لدرجه وقتها قلت لازم اسوي لي 3 بيكونات بس يعني راح اضيع وقتي ولازم اخلص. فلولا البيكون حرفيا كنت راح اعاني. فاول شيء سويته اني بديت اكسر في الديرت، لان وقتها كميه الديرت كانت اكثر من الستون، ومع البيكون كان تكسير الستون اسرع من قبل، فما اخذ معي تكسير الستون وقت مره طويل. وبعد ما سطحت المكان بديت احط الجراس وبديت احط الديرت وابدله بالستون. اتوقع ان المنطقه ذي كافيه اني اسوي فيها القريه. اتوقع حرفيا تعبت مره عشان اخلص المنطقه الكبيره ذي اللي مليانه وحوش. ايش تبي؟ ايش تبي مني؟ ايش تبي مني؟ سويت لك المنطقة حرفيا مليانة وحوش. وحرفيا كمية الموارد اللي انا جمعتها من تسطيح المكان ذا كانت مو طبيعية. كسرت حوالي 17000 بلوكة من الديرت و9000 بلوكة من الستون، ودحين جاء وقت اني احدد مساحة القرية. وتقريبا ذي تعتبر مساحة القرية وتعتبر انها كافية في الوقت الحالي. في الوقت الحالي يب، لانكم راح تعرفوا الاشياء اللي ممكن اسويها في الحلقات الجاية. لاحظت بعدها ان المكان مسطح بزيادة عن اللزوم، فقلت لازم اني اخليه عشوائي بطريقتي. في المربع اللي انا حددته صرت احط فيه البلوكات عشوائية عشان يبين ان القرية في جبل. وكويس ان الموارد اللي انا كسرتها نفعتني في الوقت ذا، لان انا مستحيل اني اجمع كميه كبيره من الموارد ذي عشان اسوي لي جبل مره ثانيه. اوكي اتوقع ان قربنا نخلص، او تعتبر ذي البدايه، لانه حرفيا انا بنيت جبل اكبر من الجبل اللي انا كسرته. وانا جالس ابني بنيت الاساسيات حقت البيوت، راح تكون ذي البيوت حقت الفيليجرز، ما راح تكون مره كبيره عشان اسوي اكثر من بيت. ومشكله انه كل الموارد اللي انا جمعتها من الجبل خلصت في الجبل ذا. الحياه حلوه، خلينا نكمل احسن. فيا لسه مشوارنا مرة طويل.
اوكي تمام، اتوقع انه باقي لنا ان نسوي البيوت المعاقه اللي انا مسويها، او ان اضبط البيوت اللي هنا حرفيا. انا دحين ما ضبطتها، وحرفيا انا ما ادري وش خبصت بصراحه، بس حاولت قدر الامكان اني اخليها كجبل، اني ما اخليها مسطح زي باقي القرى. بس دقيقه، وين الفيروك يا اسطى؟ بس جاتني. او ماي جاد. باشا، فكان عدد البيوت اللي كانت موجوده في القريه تقريبا 18 بيت، وكل بيت كان ماخذ مني موارد كثيره، لاني كان ودي اني اخلص البيت واثثه مره واحده. فذا يعتبر الشكل النهائي للقرية، وأخيرا خلصتها حرفيا، وأخيرا لأنه حرفيا أخذت مني موارد مرة كثيرة، غير التكسير تقريبا أخذ مني يوم ونص تقريبا. فحبيت أن أسوي قرية ثانية عشان تكون القرية ذي مرتبة، مو زي القرية الخايسة حقت ذي كلام مسويها، يعني فيها تفاصيل بسيطة بس بتخلي الشخص لما يشوف المكان ذا يعرف أن هذه قرية. حاولت أني ما أخلي شيء إلا وأحطها، زي أني مثلا أحط بير هنا، وأحط زي المتاجر الصغيرة اللي هنا أحطها للقرويين، وحاولت أني أخلي كل بيت بدول على وش، مثلا ده بدون مثلا على اللي هو المزرعة والكلام ذا، وحطيت فيه البامكن والميلون وحطيت فيه الهيبال، يعني كأن البيت ذا للفارمر. وفي بيوت لسه ما خلصتها، ممكن اسوي لها اشياء في خلف الكواليس بس الحين لا. فالشيء الوحيد اللي ناقصنا حاليا واللي هو ان نضيف قرويين للقرية ذي، وياها نسحب القرويين من هناك ونضيفهم للقرية ذي. حاولت اني اسوي الطريق بالشكل ذا، يعني شكل يعتبر مرة حلو، وياها يعني موارده مرة سهلة كانت، بس الموارد اللي اخذت مني يعني وقت طويل اللي هو الخشب، لأن تقريبا الخشب كسرت حوالي 15,000 بلوكة، لدرجة ان الاكس حتى انكسر وياه. بصراحة الشكل النهائي للقرية كان مرة حلو، وحرفيا ما توقعت انه حيكون زي كذا، وخاصة لما تستخدم الشادر. اوكي، فاتوقع ان احنا محتاجين ريل. مرة في حينا زارنا في منظري برفق قال لا لا، ليس هنالك ما يخيف، نحن الخير بطبعنا، لا نرضى ظلم الضعيف، لا يحيا بيننا الا الانسان الشريف. اخبارك انت يعني كيف كنت لحالك كذا يعني شو اخبارك يا اسطى؟ يا جماعة الخير، يعني الرجال قال انه يبي يستأذن، ف شو نسوي عاد يعني؟ رجال مشغول. اوكي دحين ننزل لتحت ونسويها من هناك لين ما نوصل القرية. عمي وخر عني يا السكرتون، ايش تبي مني؟ ايش تبي مني؟ يا عمي كم موب هنا موجود؟ الو وخر عني يا اخي. اتوقع ذول دحين يكفوا، اتوقع خمسة كم؟ الرجاء من الزوار ربط احزمة الامان عشان ما تتحول فرقة فرخة مسلوقة. دحين روحوا اخيرا سحبتكم يا عمي، هيتحولوا دحين لفرخة مسلوقة انا عارف. اخيرا راحوا اخيرا. يا عبيط انت جابك هنا، وخر حرك نفسك روح. تستهبلوا صح؟ What the heck. Oh my gosh. ممكن نقول اننا اخيرا نقول اننا سوينا قرية بعد ما ضفنا القرويين. الو القرويين راحوا كلهم لذا، ودي اقتلك بس يعني انت حتكون السبب حق ال وش اسمه كان. بس المهم يا جماعة الخير، واخيرا خلصت من القرية ذي، فحبيت اقول لكم اخر شيء واللي هو انقلعوا باي بيس.